أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل إذا أعطيت زكاتي للجمعيات الخيرية الموثوقة فإن ذمتي تكون قد برئت بذلك؟ ما تبرأ ذمتك لما تصل الزكاة إلى أهلها، لأن ذولا عبارة عن وكلاء لك، ما هم وكلاء للفقراء، هذولا وكلاء للدافع وليس وكلاء للمدفوع إليه. فإذا وصلت إليهم برئت ذمتك، ما وصلت لا، ما تبرأ ذمتك حتى تصل إلى مستحقيها. أما لو كانوا وكلاء للفقراء فإنك إذا دفعتها للوكيل عن الفقير تبرأ ذمتك. نعم.